هاي حواريك حبايبي الحلوين، اليوم جيتكم بفيديو جديد وانا قلت لكم راح اجيكم فيديو جديد واكلة جديدة. طبعا هسه انا جيت من الشغل تعبان وهلكان فشنو وجوعان، وهسه راح اكل هذا. شوفوا هذا اكلي اليوم، ما شاء الله ما شاء الله، هسه راح اقعد اكل هذا الاكل. بس مو تقولوا لي وين المواعين، كل مرة تقولوا لي ما عندكم مواعين، والله عندنا مواعين، بس أنا يعجبني آكلها بالصينية، أكلي هذا يعجبني بالصينية، لا تقولوا لي مواعين. فهسه راح نجرب الأكل هذا الطيب وناكله، وهذا الطرشي طبعاً وأشياء تمن أصفر، ما شلون تمن أصفر يخبط. أويلي عليك يا أبا، عرفتيها؟ وهاي اختي جد طباخه ماهره، والله هاي اختي الله يحفظها الي تطبخ لي اكل طيب. هاي بتيتا، واليوم عندنا مشيغن اجواء كلش بارده، ويمكن اليوم راح ينزل ثلج اعتقد، فما نعرف، خلينا نشوف، يمكن راح ينزل ثلج وبرد، فاحنا ناكل على مود ما نبرد، نقوي نفسنا ضد الاكل هذا ضد البرد. فان شاء الله ولي على هذا. باعوا باعوا. إن شاء الله ما بين أجيكم فيديوهات هواية وأكلات هواية، بطيتة طيبة، دجاج طيب، أوكي حبايبي الحلوين، أشوفكم هم بفيديو جديد وأكلة جديدة، أقطع.